السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعكم بخير. هنحكي النهارده عن احد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهيل ابن عمرو. سهيل ابن عمرو سيدا من سادات قريش واحد زعمائها المطاعين فيها، اللي بيتسمع كلامهم، وكان خطيبا مفوها مسموع كلمة عند قبائل العرب. وحينما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده، كان سهيل قد اكتهل، يعني كان كبر، أي صار كهلا ونضج، ومثل كل سادات قريش منعوا نفوذه وسلطانه، ما عنده نفوذه وسلطانه، وخوفوا أن يفقدهم، ووضعوا المتميز بين القبائل أن يستمع إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا خايفين على فلوسهم وسلطتهم تروح لو اعتنقوا الإسلام أو دخلوا في الدين الجديد، تمام؟ فانضم إلى فريق الصناديد، واشترك في تعذيب الضعفاء من المسلمين الذين أعلنوا إسلامهم. واستغل سهيل فصاحته وبلاغته وكونه خطيبا مفوها ذو مقدرة فائقة في التأثير على مستمعيه، فراح يخطب في الأسواق وفي الوفود القادمة إلى مكة للتجارة أو للطواف بالكعبة، يندد بمحمد صلى الله عليه وسلم وبدينه، ويزعم أنه مجنون وساحر، يقول على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أنه مجنون أو إيه أو ساحر، وليس ما يتفوه به إلا شعرا علمه إياه بعض الشعراء. يعني الكلام اللي بيقوله ده شعر، مش حاجة نازل، مش حاجة منزلة عليه، مش وحي ولا حاجة ولا دين جديد. وكان لسهيل أثر كبير في نفور كثير من الناس من الاستماع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعو إليه. ويشاء الله أن يسلم ابنه عبد الله وابنته أم كلثوم ويفرق بدينهم إلى الحبشة، ويفروا بدينهم إلى الحبشة. فاختاز سهيل واشتد بغضه وكرهه للدين، ده بقى ان ابنه عبد الله وبنته أم كلثوم أسلموا، وهو عمال يعني يهاجم الدين ده ويهاجم سيدنا محمد، وراح ينفس عن غضبه وكرهه بتعذيب الضعفاء والعبيد والمغلوبين على أمرهم. وعندما انتشر في الناس إشاعة إسلام قريش ودخولها في دين الله، فرح عبد الله ابن سهيل وعاد إلى مكة. لما اتذاع إن قريش أسلموا ففرح، فيرجع بقى إلى مكة عشان باباه ضمن العائدين إليها. فكانت الفرصة الذهبية التي اغتنمها سهيل، فكبل ابنه بالأغلال، ربط ابنه وألقى به في مكان مظلم، وراح يتفنن في تعذيب وإيذائه حتى تعب الفتى وأعلن ارتداده عن دين محمد وعودته إلى دين أبائه. ففرح سهيل وانتشى، فلقد أحس بالانتصار على محمد، أكفر بعد إسلامه؟ لقد أعلن ارتداده في الظاهر، فقد بينما لا يزال قلبه ينبض بالإسلام وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء يوم بدر، فصحب سهيل ابنه عبد الله ليحارب معه في صفوف قريش ضد محمد وأصحابه، وبدأت المعركة، فكانت هي الطامة التي أذهلت سهيلا، ففر ابنه عبد الله وانضم إلى جيش المسلمين، تمام؟ ليكون قسما لأبيه، هيحارب قدام إيه؟ قدام أبوه وقومه. وكلكم تعرفون بطبيعة الحال نتيجة المعركة، فقد انتصر المسلمين على المشركين وهم أضعاف أضعاف عددهم، المشركين كانوا أضعاف أضعاف عدد المسلمين وعدتهم. وأخذ سهيل أسيرا ضمن أسرى قريش. وعندما أراد أن يفدي نفسه بماله، قال سيدنا عمر ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعني يا رسول الله أنزع ثنيتيه حتى لا يقوم بها بعد الآن خطيبا في محافل مكة ينال من الإسلام ونبي الإسلام. وهنا يظهر عفو صلى الله عليه وسلم وتسامحه، فيقول لسيدنا عمر: دعهم، يقصد ثنيتي يا عمر، فلعلك ترى منهم ما يسرك إن شاء الله، تمام؟ يا للعفو والسماحة بعد كل ما عمل للنيل من الإسلام، صدق تعالى حين قال عنه: وإنه لعلى خلق عظيم، تمام؟ ولم يرعى سهيل الجميل، فحرص يوم صلح الحديبية على أن يكسب لقومه أفضل الشروط، فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم
في العام السادس للهجرة مع 1400 من أصحابه ينوون العمرة، لا يحملون معهم أي أسلحة ويساقون أمامهم الهدى. وعندما علمت قريش بخروجهم حرصت على منعهم من دخول مكة، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ليخبرهم أنهم إنما جاءوا للعمرة وليس للقتال. فحبست قريش عثمان بن عفان عندها، وأشيع أن عثمان قتل، فكانت بيعة الرضوان، حيث بايع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رسولهم على القتال. فخافت قريش وأطلقت سراح عثمان بن عفان وسلكت الطريق للتفاوض، وراحت ترسل مندوبيها الواحد تلو الآخر حتى جاء الدور على سهيل ابن عمرو، فأرسلته كمندوب لها ليتفاوض في شروط الصلح، وبدأ التعنت من جانب سهيل، فهو لا يريد أن يكتب في عقد الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، فقال نحن لا نعرف هذا، بل اكتب باسمك اللهم. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي ابن طالب اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. وللمرة الثانية قاطع سهيل فقال لو كنا نشهد أنك رسول الله لم نقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. وعلى هذا المنوال راح سهيل يحقق ويدقق ويملي شروطه في كل بند من بنود الصلح، مستغلا عطف وتسامح صلى الله عليه وسلم حتى تم إبرام الصلح. وينص أولا على قيام الهدنة بين المسلمين وقريش مدتها 10 سنوات، وينص ثانيا على أن يرجع محمد وأصحابه هذا العام ليعودوا في العام الثاني معتمرين، وينص أخيرا على أن من جاء محمد من قريش مسلما رده إلى قريش، ومن جاء قريشا من أتباع محمد لا ترده قريش، إنها حقا شروط مجحفة. وهذا ما رآه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فحزنوا ورفضوا أن يتحللوا من إحرامهم، ورفضوا على أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم حزن لمخالفة أصحابه إياه، فذبح وحلق وتبعه المسلمون وهم حزانا. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في بنود الصلح فتحا قريبا، وقد صدق حدسه، فكانت الهدنة فرصة لكثير من الناس أن يفكروا في الدين ويدخلوا فيه. وقد انتهز صلى الله عليه وسلم فرصة الهدنة، وبعث برسائل إلى ملوك ورؤساء القبائل يدعوهم إلى الإسلام، فزاد عدد المسلمين وقووا، وتبع ذلك فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وماذا عن سهيل؟ كيف تقبل أخبار الفتح؟ عندما سمع سهيل نداء أبي سفيان من دخل داره فهو آمن، سارع إلى داره وأغلق بابه عليه خوفا من انتقام محمد صلى الله عليه وسلم وانتقام المسلمين منه، فقد كان عدوا لدودا للإسلام، استخدم لسانه ويده وصواته في الصد عن دين الله. وعلى استحياء بعث إلى ابنه عبد الله وقال له أطلب لي جوار من محمد فإني لا أؤمن أن أقتل. وطلب عبد الله الجوار لأبيه، فرد صلى الله عليه وسلم نعم هو آمن بأمان الله فليظهر. ثم نادى أصحابه قائلا من لقي منكم سهيلا فلا يسيء لقاؤه، فلعمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولكن قدر فكان. موقفا آخر رائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو العفو عند المقدرة. لقد نال سهيلا الكثير من كرم الرسول صلى الله عليه وسلم وعطفه وتسامحه. أرجو أن يكون ذلك درسا له يفتح قلبه للإسلام، فقد كان لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه أثر كبير في تغيير موقفه، فبدأ يستخدم عقله لأول مرة من بداية الدعوة، فهداه عقله المستنير إلى صدقه صلى الله عليه وسلم ونبوته، فصار إلى الإسلام وانقلب من النقيض
إلى النقيض ومن الأسود إلى الأبيض، تحول من أعظم خطباء قريش إلى خطيب مفوه في الإسلام، وتحول من مشرك لدود إلى مؤمن أواب لا تكف عيناه عن البكاء من خشية الله، وتحول من واحد من أكبر زعماء قريش وقادة جيوشها إلى مقاتل صلب في سبيل الإسلام، وعاهد نفسه أن يموت شهيدا في سبيل الله. سبحان مغير الأحوال. ولم يكن هناك ممن أسلموا بعد الفتح أحد أكثر صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا كثرة بكاء من خشية الله من سهيل، ولقد حرص على أن يذهب كل يوم إلى معاذ ابن جبل ليعلمه القرآن. وكان سهيل دائما يشعر بفضل السباقين في الإسلام ويقدر منزلتهم ويتمنى لو كان منهم، ويحكي أنه حضر ذات يوم إلى باب سيدنا عمر ابن الخطاب وهو الحارس، هو والحارس ابن هشام وأبو سفيان ابن حرب، وحضر معهم عمار ابن ياسر وصهيب، فأذن الفاروق عمر لصهيب ولعمار ولم يأذن للباقين، وعندما غضبوا قال لهم سهيل إن كنتم غاضبا فاغضبوا على أنفسكم، دع القوم ودعينا، فأسرعوا وأبطأنا، فكيف بنا إذا دعوا يوم القيامة إلى الجنة وتركونا؟ أما والله أنا ما سابقكم إليه من الفضل مما لا ترونه أعظم من هذا الباب الذي تتنافسون عليه، إن هؤلاء سبقوكم إلى ما سبقوكم إليه، ولا سبيل لكم والله إلى استدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد. لقد زاده الإسلام حكمة وفصاحة، بل أن الفصاحة الحقيقية ظهرت منه يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فحينما مات الرسول صلى الله عليه وسلم شاع الهرج والمرج، لا يريد أحد أن يصدق حقيقة موته، حتى أن سيدنا عمر نفسه قال: من يقول أن محمد قد مات لأضربن عنقه. إلا أن سيدنا أبو بكر ملك زمام الموقف بحكمته وبإيمانه الراسخ، وقال: من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كما سيطر أبو بكر الصديق على الموقف في المدينة، كان لسهيل نفس الموقف في مكة، فجمع الناس وخطب فيهم معلنا أن محمد كان رسول الله حقا، وأنه لم يمت حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وأن واجب المؤمنين أن يمنعوا من بعده في السير على نهجه، أن هم يكملوا في السير على نهجه. وبذلك استطاع سهيل أن يمنع فتنة كانت من الممكن أن تنشب بإعلان خبر وفاته صلى الله عليه وسلم. لقد انتفع الإسلام بسنيتيه اللتين طالما هاجم الرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام كما توقع عليه أفضل الصلاة والسلام. سورة السلام قال له إن هو زي ما هو سائل الإسلام وسائلية هينفعه برضو الإسلام وهينفعوني. ويهب سهيل نفسه للجهاد في سبيل الله على الرغم من كبر سنه، وقال: والله لا أدع موقفا وقفته مع المشركين إلا ووقفت مع المسلمين مثله، ولا نفق أنفقتها مع المشركين إلا أنفقت مثلها مع المسلمين، والله لأبقين مرابطا في سبيل الله حتى أقتل شهيدا أو أموت غريبا عن مكة. وحينما كانت الحروب دائرة بالشام، جمع سهيل أزواجه وأبناءه وأحفاده وتوجه إلى بلاد الشام ليرابط هناك، وبرأ سهيل بقسمه وظل مرابطا بالشام حتى تفشى الطاعون بالشام، فمات بعيدا عن وطنه مجاهدا في سبيل الله. تمام، دي قصة أحد صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سهيل ابن عمرو رضي الله عنه. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.